تعالوا بقى نشوف اللي كان مفاجأة بالنسبة لي بصراحة، أبونا داود لمعي. تعالوا نشوف قال إيه رد على القس أنطونيوس إبراهيم عياد، قال إيه؟ تعالوا نسمع. وأي تعليم تحسه غريب على ودانك اقفل على المجال ده. أيوة. عشان ما يتفتحش الباب للخبطة. لكن احنا مطالبين لما يطلع تعليم غريب ايوه لازم يكون في تعليم مستقيم يرد عليه. ايوه ما ينفعش كمان اللي يعلم غلط يتكلم والمؤتمنين في الكنيسة يفضلوا ساكتين حتى لو قالوا علينا. لازم نطلع نرد في تعليم خاطئة، لازم نطلع نرد بالتعليم المستقيمة عشان ما نسيبش التعليم الخاطئة تنتشر. ابونا داود لمعي هو اللي بيقول اهو، نسمع تاني. وعابوا فينا، انتوا عمالين تتخبطوا في الميديا مش عارف. لا ما عندناش عداوه مع حد، ما عندناش عداوه مع حد، لكن لو طلع واحد مثلا يقول زي ما حصل انه الكنيسه عماله تقول يا رب ارحم على بطل، يا رب على ابونا انطونيوس بطريقه ملهاش معنى، ده تعليم يفسد الكنيسه، يفسد الكنيسه. لا احنا طلب الرحمه بالنسبه لنا اهم طلب، وهنفضل طول العمر النادي انه يا رب ارحم، دي اهم كلمه بنقولها في صلواتنا. صح، اهم كلمه. والمسيح قال لنا التوبه هي مدخل السماء، ان لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. وما ينفعش مع كلامنا الجميل على نعمه ربنا ومحبه ربنا ورحمه ربنا نلغي طلب الرحمه. صح. لا، لانه القديسين علمونا نصلي لاخر العمر طالبين رحمه ربنا. القداس مليان طلبات، هنلغي كل القداس ده عشان نعرفة. نعجب الناس. نعرفة عشان نعجب الناس. عشان كده لو جه تعليم غريب ايوه ما نمشيش معاه. ما نمشيش معاه. ما نعتبرش اللي يرد عليه غلطان. وكمان ما نعتبرش اللي يرد عليه غلطان. وكمان ما نعتبرش اللي يرد عليه غلطان. سمعتوا الحتة دي؟ يعني احنا مش غلطانين عشان ردنا عليه يا قدس ابونا مكاري. احنا مش غلطانين اهو عشان ردنا عليه. نكمل. شكرا يا حبيبي، حاضر. خلاص؟ كده خلاص، طيب. عايزة بقى أسمعكم الحتة دي تاني، استنى. أنتوا عمالين تتخبطوا في الميديا مش عارف. لا، إحنا ما عندناش عداوة مع حد. ما عندناش عداوة مع حد. لكن لو طلع واحد مثلا يقول زي ما حصل إنه الكنيسة عمالة تقول يا رب ارحم عمال على بطال بطريقة ملهاش معنى. ده تعليم يفسد الكنيسة. تعليم يفسد الكنيسة. تعليم يفسد الكنيسة. أبونا داود لمعي يرد بقوة على القس أنطونيوس إبراهيم عياد، بيقول له تعليمك يفسد الكنيسة. جبت التعليم دي منين؟ تعليمك يفسد الكنيسة. أبونا نيافة الأنبا أغاصن قال إن التعليم دي جابها من كتب الأب متى المسكين. وقال مصدرها إيه؟ وجاب الدليل عشان الناس تصدق. جاب التعليم دي منين؟